بسم الله الرحمن الرحيم. Hello my dear student, our lesson today is prime numbers and factorization. طبعا احنا خدنا في الفيديو اللي قبل كده بنتكلم عن الفاكتورز، قلنا ان عشان نجيب الفاكتورز وفي اني نمبر انت بت ايه فاكتورز الاول، يعني العوامل. يعني ايه العوامل؟ يعني الحاجات اللي بتوصلنا للنمبر في التيبل ده. بوصل للنمبر ده ازاي؟ من انهي تيبل؟ قلنا فاكتورز عامله شبه الروتس اوف تري، شبه جذور الشجره. يعني انا مثلا لما اجي اجيب لك اي نمبر وعايز الفاكتورز بتاعه، فانت بتدور تشوف ايه التيبل اللي يوصلني اوصل للنمبر ده ازاي؟ عن طريق الملتبلاي. فانا مثلا لو جه قال لي هات فاكتورز اوف 1، ايه اللي في التيبل يجيب لي 1؟ فانا مفيش عندي الا 1 ملتبلاي 1. يبقى فاكتورز ال1 اللي هم مين؟ اللي هم ال1 بس. طب ال1 ده اتكرر خلاص، يبقى انت تشيله، اكنسله. طب انا مثلا لو اجي قال لي فاكتورز اوف 2، ايه الفاكتورز اوف 2؟ ايه الحاجات اللي توصلنا لل2؟ فانا اول حاجه قلنا ان تبدا من تيبل ال1، فانا 1 ملتبلاي 2. طب بعد كده 2 ملتبلاي 1. طب ما انا 2 ملتبلاي 1 ده اتكررت خلاص، يبقى انت تقف ستوب، يبقى انا مفيش ريبيتنج، مفيش تكرار. طب انا مثلا لو جاي قال لي فاكتورز اوف 3، ايه هي فاكتورز اوف 3؟ انا ايه اللي في التيبل يجيب لي فاكتورز اوف 3؟ اول حاجه اسهل حاجه عندي 1 ملتبلاي 3. طب في حاجه في تيبل 2 تجيب لك 3؟ لا، لان 3 نقطه ملتبل اوف 3. طب اللي بعد كده 3 ملتبلاي 1. طب ما انا 3 ده اتكررت خلاص، يبقى 3 ملتبلاي 1 هي 1 ملتبلاي 3، خلاص يبقى انت كده تقف ستوب. طب انا هنا لو اجي مثلا قال لي فاكتورز اوف 4، ايه الحاجات اللي تجيب لي الفاكتورز، ايه الفاكتورز اللي توصلني لل 4؟ فانا اسهل حاجه اول حاجه بفكر فيها مين؟ 1 ملتبلاي سيلف، يبقى انا عندي 1 ملتبلاي 4. هتشوف تيبل 2 2 ملتبلاي 2، 2 كررت خلاص يبقى ستوب. فاكتورز اوف 5، ايه اللي في التيبل يوصلنا لل 5؟ 1 ملتبلاي 5. يبقى انت لما يجيب لك كلمه فاكتورز خلاص، فانت تشوف هتوصل لها ازاي. طب انا لو قال لي فاكتورز اوف 6، انا اول حاجه اسهل حاجه 1 ملتبلاي سيلف، يبقى 1 ملتبلاي 6. طب بعد كده ال 6 هتلاقيه في تيبل 2، تمام، يبقى 2 ملتبلاي 3. طب بعد كده خلاص تيبل 3 هو اللي عليه الدور، 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2. طب انا هنا اصلا عندي 3 كررت، يبقى انت لا ستوب، ما 3 ملتبلاي 2 هي 2 ملتبلاي 3، يبقى انت كده هنا هتعمل ايه؟ ستوب. يبقى انا فاكتورز اوف 6 اللي هي مين؟ ال 1 وال 6 وال 2 وال 3. تلاحظ ان الجريتس نمبر اللي فيهم ال 6 النمبر اتسلف. طب انا لو جه قال لي فاكتورز اوف 7، ايه هي فاكتورز اوف 7؟ 1 ملتبلاي 7. طب في 7 هتلاقي في تيبل 2؟ نو. طب تيبل 3؟ نو. طب تيبل 4؟ مفيش الا 1 ملتبلاي 7 و7 ملتبلاي 1، يبقى انت كده هتعمل ستوب. طب انا لو قال لي تيبل 8، ايه فاكتورز اوف 8؟ ايه الحاجات اللي توصلني لل 8 في تيبل؟ 1 ملتبلاي 8. طب بعد كده تيبل 2 اكيد هتوصل منه لان ال 8 ايفن، خلاص يبقى 2 ملتبلاي 4. طب بعد كده تيبل 3؟ لا نو. طب تيبل 4؟ 4 ملتبلاي 2. طب ما واحد هيقول لي ال 4 ملتبلاي 2 هي 2 ملتبلاي 4، يبقى انت هنا كده ستوب، وامشي تيبل تيبل عشان ما تنساش حاجه. طب انا لو قال لي فاكتورز اوف 9، ايه اللي يجيب لك ال 9؟ 1 ملتبلاي 9. طب بعد كده هتفكر في مين؟ تيبل 2. تيبل 2 وصلك لل 9؟ نو. يبقى 2 از نوت ا فاكتور اوف 9. طب ال 3؟ 3 ملتبلاي 3. طب ما ال 3 كررت يا مستر، خلاص يبقى ستوب. لو لمحت النمبر اتكرر خلاص يبقى انت ستوب، يبقى انت كده الفاكتورز انتهت لان مفيش ريبيتنج. طب انا مثلا لو اجي قال لي ال 10، ايه اللي يوصلني لل 10؟ اسهل حاجه 1 ملتبلاي 10، 1 ملتبلاي 10. طب واللي بعد كده ال 10 ايفن، يبقى 2 ملتبلاي 5، يبقى ادور عليها في 2. طب تيبل 3 يوصلك لل 10؟ نو. تيبل 4؟ نو. تيبل 5؟ 5 ملتبلاي 2، 5 ملتبلاي 2. طب ما ال 5 ملتبلاي 2 كده في ريبيتنج، اتكررت ال 5 اتكررت اهي 2 ملتبلاي 5، وبعد كده لقيت ال 5 اتكررت خلاص يبقى كده ستوب. طب انا لو قال لي 11، ايه اللي في التيبل يجيب لك 11؟ 1 ملتبلاي 11. طب في حاجه ثانيه؟ لا مفيش، يبقى هم التو فاكتورز دول. طب ال 12؟ 1 ملتبلاي 12. طب بعد كده ال 12 دي ايفن، يبقى انا ادور في 2، 2 ملتبلاي 6. طب انا ال 12 لو جيت اعمل لها بلس هتلاقي السم بتاع الديجيتس 1 و 2 يبقوا 3، يبقى هتلاقي في تيبل 3 3 ملتبلاي 4. طب اللي بعد كده 4 ملتبلاي 3. طب ما 4 ملتبلاي 3 هي هياها 3 ملتبلاي 4، يبقى انت كده ستوب. اللي هي مين؟ ال 1 وال 12 وال 2 وال 6 وال 3 وال 4. طب الجريتست فاكتور فيهم مين؟ اللي هو 12. لو جيت تشوف ال 12 ده هتلاقيها ملتبل لهم كلهم، وتنفع تعمل ديفايدد عليه. طب انا هنا ال 13، ايه اللي في التيبل يجيب لي 13؟ مفيش الا 1 ملتبلاي 13. طب ال 14، ايه اللي يجيب لك 14؟ ها؟ اسهل حاجه 1 ملتبلاي اتسلف، يبقى 1 ملتبلاي 14. طب اللي بعد كده؟ اللي بعد كده ال 14 ايفن، يبقى 2 ملتبلاي 7. طب بعد كده لو جيت تشوف ال 3، في حاجه في تيبل ال 3 توصلك لل 14؟ لا. طب ال 4؟ طب ال 5؟ ما ينفعش اوصل لل 14 لان ال 14 اليونت بتاعتها 4، في تيبل ال 5 مفيش فيه يونت 4. طب بعد كده ال 6؟ نو. طب ال 7؟ 7 ملتبلاي 2، خلاص يبقى انت كده ايه؟ في ريبيتنج، يبقى ستوب. يبقى انت هنا خلاص ما دام في ستوب يبقى كنسل الايه؟ اللي انت عامل له ريبيتنج.
طب انا هنا لو جيت اشوف تيبل ال 15، ايه اللي في التيبل يجيب لك 15؟ اسهل حاجه 1 ملتبلاي 15. طب واللي بعد كده في عندي مين؟ تيبل ال 2 يجي وصلك لل 15. لا، طب 3 ملتبلاي 5، 3 ملتبلاي 5. طب تيبل ال 4، 4 ملتبلاي توصلك لل 15. لا، طب 5 ملتبلاي 3. خلاص يبقى ستوب. يبقى انت مين فاكتورز ال 15؟ ال 1 وال 15 وال 3 وال 5. طب انت لو جيت تلاحظ، تلاحظ ان انت عندك في نمبرز ليها 2 فاكتورز، في نمبرز لها 1 فاكتور، في نمبرز لها مور ذان 2. طب انا النمبر اللي ليه 2 فاكتورز بس بسميه برايم. يبقى ايه هو البرايم نمبرز؟ البرايم نمبر اللي هو الفاكتور، النمبر اللي عنده 2 فاكتورز بس. اني نمبر هاد 2 فاكتورز از كولد برايم نمبر. طب انا زي ال 1، ال 1 هنا عنده كام فاكتور؟ مفيش عنده الا فاكتور واحد بس، يبقى ده برايم. لا، ده مش برايم. طب ال 2 عندها 2 فاكتورز، يبقى ال 2 هنا برايم. ال 2 اقدر اقول عليها ان هي برايم. طيب تلاحظ ان التو فاكتورز دول مين؟ ال 1 والنمبر اتسيلف. يكون التو فاكتورز دول ديفرنت. طب ما واحد يقول لي ال 1 عنده تو فاكتورز، لا ده الاثنين شبه بعض، الاثنين ار ذا سيم. لا، لازم يبقى التو فاكتورز دول ال 1 واحد فيهم والثاني النمبر اتسيلف، ويكونوا الاثنين ديفرنت مش شبه بعض. طب ال 3 برايم اور نوت برايم؟ لا، ال 3 برايم لان عنده تو فاكتورز بس، ال 1 وال 3. طب ال 4 برايم ولا نوت برايم؟ ال 4 فاكتورز اوف 4 عندها كام فاكتور؟ عندها 3، لا يبقى نوت برايم. طب ال 5 عندها تو فاكتورز اللي هم مين؟ اللي هم ال 1 واتسيلف، يبقى هو كده ايه؟ برايم. طب ال 6 عندها كام فاكتورز؟ 6 هاز 4 فاكتورز، يبقى النقطه برايم. النمبر اللي عنده مور ذان تو فاكتورز بسميه كومبوزيت. يعني ايه كومبوزيت؟ يعني متعدي، او سميه نقطه برايم. طب ال 7 عندها كام فاكتورز؟ عندها 2، ال 1 واتسيلف، يبقى ده برايم ولا نقطه برايم؟ يبقى برايم. طب ال 8 عندها كام فاكتورز؟ عندها 4، يبقى نقطه برايم. طب ال 9 عندها كام فاكتور؟ هاز كام فاكتورز؟ 3، هاز 3 فاكتورز، يبقى نقطه برايم. ال 10 التن هاز 4 فاكتورز، يبقى نقطة برايم. طب ال 11 ال 11 هاز 2 فاكتورز اونلي، ال 1 و اتسيلف، يبقى ده برايم. طب ال 12 هاز 6 فاكتورز، يبقى نقطة برايم. طب ال 13 ال 13 برايم. طيب ال 14 هاز 4 فاكتورز، يبقى نقطة برايم. طب ال 15 ال 15 هاز 4 فاكتورز، ال 1 وال 15 وال 3 وال 5، يبقى نقطة برايم. طب انت البرايم نمبر ايه هو البرايم نمبر؟ قلنا اهو النمبر، نمبر يكون سليم ذات هاز اونلي تو ديفرنت فاكتورز ار. التو ديفرنت فاكتورز دول مين؟ يكون ال 1 واتسلف. طب هيجي يقول لي ذا نمبر 1 نوت برايم فاكتورز بيكوز ات هاز 1 فاكتورز، بيكوز ات هاز اونلي 1 فاكتور، ما عندوش الا 1 فاكتور بس، لان ال 1 بلاش الا فاكتور واحد بس. يبقى البرايم لازم يبقى عنده تو ديفرنت فاكتورز، الاثنين يكونوا ديفرنت مختلفين، ويكون ال 1 واحد فيهم، ويكون الفاكتور الثاني اتسلف هو هو. طب انت تلاحظ ايه هي البرايم فاكتورز اللي هي زي ال 2 وال 3 وال 5؟ ال 2 وال 3 وال 5 وال 7 وال 11 وال 13 وال 17 وال 19. غالبا انت بتحفظ بس لغايه مثلا 13 او 17، ده اللي انت بتحتاجه، اللي بعد كده انت مش بتحتاجه، غالبا مش بتحتاجه. هقول لك هتحتاجه في ايه بعد كده. وال 19 وال 23 وال 29 وال 31 37 41 43. البرايم فاكتورز دول او البرايم نمبرز دول انا ممكن اجيبهم بلعبه. لو جيت تبص هتلاقي ان اول فيرست فاكتور اللي فيهم التو، الثاني ال 3. لو جيت تعمل لهم مالتبلاي هتجيبهم ال 6. البرايم نمبرز دول كلهم يجوا من مالتبلز ال 6. يعني انا لو جيت اجيب مالتبلز ال 6، ايه هي مالتبلز اوف 6؟ ال 6 بعد كده ايه تاني؟ بعد كده ال 12 ال 18 ال 24 ال 30 ال 36 ال 42 يرجع زين ال 48 بعد زين ال 54. طب انت فاكتور ال 6 هتجيب نمبر قبلها اللي بفور والافتر، اللي قبلها واللي بعدها. يعني انا لو جيت اللي اجيب اللي قبل ال 4 ال 6، مين اللي بفور ال 6؟ ال 5. طب مين اللي بعدها؟ ال 7. طب انا لو جيت اجيب نمبر زي ال 12، مين اللي بفور ال 12؟ 11. طب مين النمبر اللي جاست افتر 12؟ 13. طب انا هنا ال 18، ايه النمبر اللي جاست بفور 18؟ 17. طب ايه النمبر اللي جاست افتر 18؟ 19. طب ايه النمبر اللي جاست بفور 24؟ 23. ايه اللي افتر 24؟ 25. طب انا هنا لو جيت تجيب ذا نمبر جاست بفور 30، 29. طب هنا الافتر 30، 31. بفور 36، 35. طب هنا 37، 41. طب هنا 43. طب before 48، 47، 49. طب before 54، 53. وهنا 55.
غالبا البرايم نمبرز بفور السكس، بفور مالتيبلز السكس هي بفور يا افتر. يعني انت مثلا لو جيت تشوف، احنا قلنا ان هم 2 و 3 وبعد كده كل الباقي بيجي من مالتيبلز السكس. طب انا هنا الفايف، الفايف برايم اور نوت برايم؟ برايم. ليه؟ لان مفيش ليها لو انا مالتيبلاي 5، يبقى الفايف ده برايم. طب السفن برايم، ليه؟ لان مفيش ليها لو انا مالتيبلاي 7، عنده 2 فاكتورز بس. طب ال 11 برايم، لان ما هو 1 مالتيبلاي 11. طب ال 13 مفيش عنده الا 1 مالتيبلاي 13، يبقى برايم. طب ال 17 1 مالتيبلاي 17 برايم. ال 19 1 مالتيبلاي 19. طب ال 23 مفيش الا 1 مالتيبلاي 23، يبقى هاز اونلي 2 فاكتورز. طب ال 25 لا، 25 لا، لان ال 25 موجوده في تيبل 5، يعني انا لا 1 مالتيبلاي 25 ولا 5 مالتيبلاي 5، يبقى عندها مور ذان 2 فاكتورز، يبقى نو. فانت بص عليهم هتلاقي فيه غالبا هم كده بفور تيبل، بفور مالتيبل 6 اند افتر. طب 29 مفيش لا لو 1 مالتيبلاي 29. طب 31 مفيش لا 1 مالتيبلاي 31. طب 35 لا، 35 نو، لان موجوده في تيبل 5، يبقى كده تلاقي ال 5 فاكتور لا. طب 37 ترو، 41 ترو، ليه؟ لان ال 41 اول حاجه اود، يبقى مش موجوده في تيبل 2. لو جيت تعملها بلس هتلاقيها 5، يبقى مش موجوده في مش موجوده في تيبل 3. وبدام مش موجوده في تيبل 2 يبقى مش موجوده في تيبل 4. طب ال 5 نو، ال 6 لا خلاص. طب ال 43 برايم، 47 برايم، 49 لا نو. ليه؟ لان ال 49 موجوده في تيبل 7، 7 مالتبلاي 7، يبقى نقطه برايم. طب انا هنا عندي 53 برايم، 55 نقطه برايم، خلاص. بعد كده عندك هنا 59 و61 هتاخده. بس انا غالبا البرايم بتاعه احفظ مثلا لغايه ايه 13 17، بتحفظ اول 6 مثلا نمبرز وخلاص. طب انا هنا يبقى قلنا ايه هو البرايم نمبرز؟ اي نمبر عنده اني هو النمبر هاز اونلي تو ديفرنت فاكتورز، عنده فاكتورين بس يكونوا ايه ديفرنت. الفاكتورز بتجيبها منين؟ الحاجات بوصلها من التيبل. ايه بوصل للنمبر ده ازاي من التيبل؟ فانا الفاكتورز بتبقى على غالبا ال1 واتسلف. طيب انا مثلا لو قال ايه اللي انت تلاحظه الاول في البرايم نمبرز؟ البرايم نمبرز دي كلها اود اكسبت ال2. يعني انت لو جيت تشوف هتلاقي ال3 وال5 وال7 وال11 وال13 وال17 كلهم اود. all برايم نمبرز ار اود اكسبت ال2. طب اشمعنى لازم يبقى اود؟ لان هو لو ايفن هتلاقي موجود تيبل 2، هتلاقي ال2 فاكتور ليه؟ هيزيدوا عن يبقوا 3. يعني انا مثلا لو جيت خدت ال4، طب ال4 ليه مش برايم؟ لان ال4 لها 1 مالتبلاي 4 ولها 2، فهو لو ايفن هتلاقي فيه ال2، فما دام هتلاقي فيه ال2 يبقى هو هيزيد عن 3، هيزيد عن 2، يبقى انت لازم 2 فاكتورز بس، ما تدخلش حاجه معاهم، فانت بتاخدهم كلهم اود. طب انا مثلا لو جيت اشوف اشمعنى ال2 اللي دخلت معاهم؟ هتعرف ايه فايده التو معاهم في اخر الفيديو، وليه التو دخلت معاهم. التو ده دخلت معاهم عشان صغيره فاستخبت معاهم، زي انت مثلا لما المدرسه تفتح البوابه، فممكن واحد كبير يدخل يطلع مع العيال الايه الصغيره، نفس الحكايه. انا التو دخلت مع البرايم، ليه دخلت مع القد؟ ليه دخلت مع القد؟ عشان هي صغيره فدخلت معاهم، محدش حس بها. لكن الفور، الفور ما تنفعش. ليه الفور؟ لان 1 مالتبلاي 4 الفاكتورز بتاعها 1 مالتبلاي 4 و2 مالتبلاي 2، يبقى لها 3 فاكتورز. طب انا هنا لو جيت لاحظ ال2 از ذا سمولست برايم نمبر، اصغر حاجه في البرايم نمبر ايه هي؟ ال2. يبقى ال2 عندي فيه سؤالين بيجوا على ال2، يقول لي اول برايم نمبرز ار اود اكسبت نقط، البرايم نمبرز كلهم اود اكسبت مين؟ ال2. يقعد نقط يقول لي نقط از ذا سمولست برايم نمبر، ايه اصغر حاجه في البرايم نمبر؟ ال2. طب انا لو انا هنا جاي قال لي الاول ايه فايده البرايم نمبر؟ برايم نمبرز دي اسمها اعداد اوليه. يعني ايه اعداد اوليه؟ يعني البرايم نمبرز دول تقدر تكتب بهم اي نمبر، تقدر تكتب بهم يو كان رايت اني نمبر فروم ذا برايم نمبرز، اي نمبر تقدر تكتبه من التيبل ده عن طريق المالتيبلاي. يعني انا مثلا لو اجي جاب لي 2، ال 2 تقدر تكتبها ازاي؟ خلاص ما هي 2 اصلا موجوده، يبقى انا ال 2 هقدر اكتبها من التيبل ده. طب ال 3 تقدر تكتبها من التيبل ده موجود. طب ال 4 تقدر تكتب ال 4 ازاي من التيبل ده؟ هختار 2 مالتيبلاي 2. طب انا مثلا لو جاب لي نمبر زي الفايف، طب ما الفايف اصلا موجوده في التيبل، يبقى خلاص هتسيبها زي ما هي. طب لو جاب لي نمبر زي السكس، تكتب السكس دي من التيبل ازاي؟ استخدم التو والثري، يبقى هجيبها تو مالتبلاي 3. طب السفن ايه اللي في التيبل ده يجيب لك سفن؟ طب ما السفن اصلا موجوده، يبقى انا هكتبها ازاي؟ هتكتبها بالسفن 7. طب انا مثلا لو جيت اكتبها بال8، ال8 ايه اللي في التيبل ده تكتب ال8؟ يعني انا لو انا عايز اكتب ال8 تكتبها ازاي؟ عن طريق البرايم نمبرز. طب ما انت قلت لها مستر ان البرايم نمبر دول
تقدر تكتب بوم اي نمبر. ازاي هكتبها من التو؟ يبقى فايده التو دي ان هي بتقدر تكتب لك الايفن. التو لما دخلت معاهم خلتك تكتب لك الايفن، التو لما دخلت وسط البرايم نمبرز خلت نكتب الايفن نمبرز بالايه، عن طريق التو. يعني التو دي لو مش موجوده مش هقدر اكتب الايفن. يعني انا الفور لو عايز تكتبها بالبرايم والتو مش موجوده بقى مش هتقدر تكتبها. طب انا هنا الايت هتكتبها ازاي؟ اكتبها تو مالتي بلاي تو مالتي بلاي تو، تو مالتي بلاي تو مالتي بلاي تو. طب انا الناين تقدر تكتبها ازاي من التيبل ده؟ هكتبها 3 مالتي بلاي 3. طب انا ال10 ايه اللي في التيبل اللي فوق دول اللي في البرايم يجيب لك ال10؟ ال2 مالتي بلاي 5. طب انا عندي ال11، طب ما ال11 اصلا موجوده خلاص. طب انت ال12 هتكتب ال12 ازاي؟ ايه اللي في التيبل يجيب لك ال12؟ طب ما ال12 دي مثلا 2 مالتي بلاي 6، طب ال2 اصلا موجوده. طب ال6، طب ما ال6 انا لسه جايبه اهو، يبقى 2 مالتي بلاي 2 مالتي بلاي 3. طب ال13، ال13 اصلا برايم موجوده زي ما هي. طب ال14 ايه اللي في التيبل يجيب لك 14؟ 2 مالتي بلاي 7، الاثنين موجودين. طب ال15، 15 3 مالتي بلاي 5، ده اللي يجيب لي دول اللي في البرايم يجيبوا لي ال15. اي نمبر يقدر تكتبه يكون رايت ات از برايم نمبر، اي نمبر تقدر تكتبه في صوره برايم. يبقى فايده البرايم دول ان هم يقدروا يكونوا لك اي نمبر. عامل شبه ايه؟ عامل شبه الوان الرسم. يعني انا عندي مثلا مش في 3 برايم كلرز، في عندك 3 الوان اساسيه تقدر تجيب منهم اي لون تاني. انا نفس الحكايه، البرايم دول تقدر تكتب بهم اي نمبر. ال16 ايه اللي في التيبل يجيب لك 16؟ طب ما 4 مالتي بلاي 4، طب ما احنا اتفقنا ان ال 4 بنجيبها ازاي؟ 2 مالتي بلاي 2 مالتي بلاي 2 مالتي بلاي 2. يبقى انا اقدر اي نمبر اكتبه في صوره برايم. يبقى فايده البرايم دول ان هم يقدروا يكتبوا لك اي نمبر. طب ال 17 اصلا برايم، طب ال 18 2 مالتي بلاي 9، طب ما 2 برايم. طب وال 9 هيجيبها ازاي؟ 3 مالتي بلاي 3. طب ال 20 تجيبها ازاي؟ 2 مالتي بلاي 10، طب ما 2 اصلا برايم. يبقى مش مشكلتي في 2، امال مشكلتك في مين؟ في 10، 10 مش موجوده في البرايم، طب هتكتبها ازاي؟ 2 مالتي بلاي 5. فيري جود. يبقى انت فايده البرايم ان البرايم دول تقدر تجيب منهم اي نمبر. يبقى ده فايده البرايم نمبر. طب ايه هو البرايم نمبر؟ البرايم نمبر ده ايه؟ قلنا اني نمبر ذات هاز اونلي تو ديفرنت فاكتور. طيب اقدر ان انا اكتب النمبر عن طريق البرايم عن طريق تو ميثودز، طريقتين. اول طريقه عن طريق تكتبها عن طريق الملتبلاي، دي اسمها طريقه التري. الطريقه الثانيه عن طريق الديفايد اسمها طريقه الاستيك. الطريقه اللي انت تستسهلها اكتب بيها. الاول بس قبل ما نروح لطريقه التري عايزين نتفق على حاجه. في حاجه عندنا اسمها فاكتورز وحاجه اسمها فاكتورايز. فاكتورز احنا عارفين يعني ايه فاكتورز، جميع النمبرز اللي بتوصلني للايه، للنمبر اللي انا عايزه. يعني جميع التيبلز انا اوصل للنمبر ده عن طريق تيبل ايه. شوف مثلا تيبل 1 تيبل 2 تيبل 3، تكتب التيبلز كلها اللي بتوصلك للنمبر. لكن انا عندي حاجه اسمها فاكتورايز. فاكتورايز اللي هي ايه؟ لو جيت شوف كلمه فاكتورايز هتلاقيها اكبر منها في الليترز، يعني زياده عنها في الليترز. كلمه فاكتورايز يعني انت الفاكتورز اللي انت هتجيبها دول ما تكتبهمش كلهم، لا خد منهم نقي منهم بس البرايم. فانا عندي كلمتين فاكتورز وفاكتورايز. فاكتورز يعني اكتب اي حاجه توصلك للنمبر ده، لكن الفاكتورايز شوف اللي يوصلك دول ما تاخدش منهم الا البرايم بس. ده عامل شبه ايه؟ عامل مثلا شبه انا لو رايح اخطب عروسه مثلا، اول زياره ما بتاخدش عيلتك كلها، امال بتاخد مين؟ بتاخد قرايبك، بتاخد اللي هم اهلك القريبين بس، عيلتك بس الصغيره، باباك اخواتك مامتك كده، بتنقي منهم. لكن بعد كده بتاخد كله في الخطوبه، بتاخد ايه؟ كله. لكن وانت رايح تتعرف ما بتاخدش الا مين؟ قرايبك بس، القرايب القريبين بس، اللي هي عيلتك الصغيره بس. لكن فاكتورز بتاخد كله. فانا الفاكتورايز خد اللي هم البرايم بس، لكن الفاكتورز خد كله، اي حاجه توصلك اكتبها. طب انا هنا اتفقنا ان احنا عندنا طريقتين عشان اكتب النمبر على صوره برايم اللي هم الفاكتورايز. طب انا ايه هم الطريقتين؟ اول طريقه عندي اسمها، اول ميثود عندي اسمها الايه؟ التري. التري دي يعني ان انت بتجيبها عن طريق الملتبلاي. انا مثلا 12 هتفكها زي ما انت عايز، ايه اللي في التيبل يجيب لك 12؟ هتلاقي اي حاجه في التيبل تجيب لك 12. ففي واحد مثلا هيقول لي 2 ملتبلاي 6، فانا هكتبها 2 ملتبلاي 6. طيب التو مالها؟ التو برايم، البرايم علم عليه وخلاص وقف. فانا بعمل زي التري كده، زي الشجره بعمل فرعين شجره، اللي يطلع برايم بتعلم عليه وتقف عنده ما بتكملش الفرع ده. فانا التو برايم خلاص مش هكمله. طب انا السكس ايه اللي في التيبل يجيب لي 6؟ السكس هحللها تخليها كام؟ تعملها فاكتور تبقى 2 ملتبلاي 3. طب الفرع اللي انت كتبت فيه 2 ده، التو ده برايم خلاص، تقوم تربطه هنا كده تعمل عليه سيركل كده تقول له ده مش هكمله.
طب السري خلاص، السري برضو برايم، يبقى انا هقف كده. يبقى انت 12 كتبتها ازاي؟ كتبتها 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3، يبقى ده الفاكتورايز بتاع 12. طب انا ممكن احللها بطريقه ثانيه، بدل ما اكتبها 2 ملتبلاي 6 ممكن اكتبها ازاي؟ ممكن واحد يقول لي مستر طب انا ممكن اكتبها 3 ملتبلاي 4، ممكن اكتبها 3 ملتبلاي 4، تمام مفيش مشكله. طب ما 3 ملتبلاي 4 توصلنا ل 12، ده عامل شبه التحليل. انت مثلا لو رحت تحلل دم، ممكن واحد يحلل الدم من ايده اليمين، ممكن واحد يحلل الدم من ايده الشمال. فانت لما بتيجي تعمل فاكتورايز وتفك النمبر، فكه باي طريقه المهم تفكه صح. فانا 12 ممكن افكها 2 مالتي بلاي 6، ممكن واحد يفكها 3 مالتي بلاي 4. طب انت امتى بتقف؟ لما توصل لبرايم. طب انا 3 برايم خلاص اقف، يبقى انا الفرع ده مش هكمل بيه. طب الفور، لا الفور ده انا هفكه كمان. ايه اللي يجيب لك 4؟ 2 مالتي بلاي 2، يبقى انا هفكها ل 2 مالتي بلاي 2. طيب تعالى كده نشوف التو ده هنفكها تاني ولا لا. لا التو دي برايم خلاص يبقى تقف. طب ما التو دي كمان برايم يبقى تقف. يبقى انت الفاكتورايز بتاع 12 ايه البرايم نمبرز بتاعتها؟ لما تشوف كلمه برايم نمبرز يبقى انت هتعمل فاكتورايز تحلل لغايه ما توصل للبرايم بس، يبقى هيبقى 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3. طب ما هي نفس النتيجه تمام. طب انا قلت لك انت لما بتيجي تحلل خدت الدم من ايدك اليمين او خدت الدم من ايدك الشمال، هي نفس النتيجه. فانت لما تيجي تعمل طريقه التريق ابدا من اي حاجه بس ابدا صح، اهم حاجه تجيب لي النمبر اللي فوق. طب انا ال 60 ايه اللي في التيبل يجيب لي 60؟ واحد يقول لي هاخدها 6 ملتبلاي 10. لو جيت تشوف ال 60 هتلاقي ملتبل ال 10، يبقى انا فكها عن طريق 10. طب انا ال 6 دي برايم؟ لا مش برايم، يبقى انت هتفكها تاني. ايه اللي يجيب لك 6؟ واحد يقول لي خليها 2 ملتبلاي 3. طب انا ال 2 برايم، ال 2 برايم خلاص يبقى تقف. طب وال 3 كمان برايم يبقى برضه هتقف. خلاص يبقى الاثنين دول مش هكمل فيهم. طب ال 10؟ لا ال 10 نقطة برايم، يبقى ال 10 هفكها لغاية ما اوصل للبرايم، يبقى ده الفاكتورايز. يعني ايه فاكتورايز؟ يعني انت حلل النمبر ده اكتبه له في صورة برايم. طب ال 12 ايه اللي يجيب لك 10؟ سوري 2 ملتبلاي 5. طب ال 2 مالها؟ ال 2 برايم خلاص يبقى انت ال 2 هتقف. بتو ده اعمل عليها سيركل واقول له خلاص انا هقف دي، اربطها كده واقف. طب الفايف، الفايف كمان برايم، يبقى انت حللتها وصلت لكام؟ وصلت ل 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 5. ولما تيجي تكتبها يا ريت ترتبهم، يبقى انا هكتبها 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 5. طب لو جيت تتاكد 2 ملتبلاي مثلا 5، 2 ملتبلاي 5 بكام؟ ب 10، و2 ملتبلاي 3 ب 6، يبقى الاثنين دول ب 10 والاثنين دول ب 6، 10 ملتبلاي 6 يبقى انت كده وصلت لمين؟ ل 60. طب تعالى نشوف طريقة تانية، إن أنا مش هفكها 6 ملتبلاي 10، طب أمال هتفكها إيه اللي في التيبل يجيب لك 60؟ ممكن واحد يقول لي هفكها مستر 2 ملتبلاي 30. 2 ملتبلاي 30. لو جيت شوف مين اللي في دول؟ ال 2 برايم خلاص ما تفكهاش. طب ممكن واحد يقول لي فكها 2 ملتبلاي 1، طب وأنت هتفكها 2 ملتبلاي 1 تستفاد إيه؟ ما في دول ال 2 زي ما هي، يبقى أنت تقف عند البرايم بس. والسموست برايم هتقف عنده هو التو. طب السيرتي هفك السيرتي، ايه اللي في التيبل اللي يجيب لك سيرتي؟ 2 ملتبلاي 15 او 5 ملتبلاي 6، تمام يبقى انا هخليها 5 ملتبلاي 6. طب انا الفايف، الفايف برايم. طب السكس هتخليها كام؟ هخليها 2 ملتبلاي 3. طب انا هنا 2 برايم. طب ال 3 خلاص مش برايم، برايم برضو. يبقى انت وقفت ازاي؟ برضو هتبقى 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 5، نفس الريزلت اللي فوق، نفس النتيجه اللي فوق. يبقى اللي انا بعمله ده اسمه ايه؟ اسمه فاكتورايز تحليل. طب انا مثلا لو جيت اجيب ال 60 فكها بطريقه ثالثه، ايه اللي يجيب لك 60؟ احنا خدناها 6 ملتبلاي 10 وخدناها 2 ملتبلاي 30. ممكن واحد يقول لي 5 ملتبلاي 12 تجيب لي 60، يبقى انت خلاها 5 ملتبلاي 12. طب ايه تاني؟ الفايف برايم خلاص، يبقى الفايف ده هقوم رابطها كده بسيركل واقول له خلاص انا هربط الفرع ده خلاص ما عادش هيكمل. طب ال 12 ايه اللي يجيب لك 12؟ 3 ملتبلاي 4، يبقى انا هنا هخليها 3 ملتبلاي 4. طب ال 3، ال 3 برايم. طب ال 4، لا ال 4 هفكها هتخليها كام؟ هخليها 2 ملتبلاي 2.
طب التو هنا برايم، والتو دي از برايم نمبر. طلع لك بقى ايه البرايم نمبرز بتوعك؟ طلعت 2 مالتبلاي 2 مالتبلاي 3 مالتبلاي 5. تاخد اللي انت عامل عليه سيركل بس، 2 مالتبلاي 2 مالتبلاي 3 مالتبلاي 5. طب اللي انت بتفكه لا ما تكتبوش، يبقى اللي انا عملته ده اسمه فاكتورايز. يبقى انت لما تشوف كلمه فاكتورايز او شفت كلمه برايم نمبرز يعني ايه؟ يعني انت اكتبه في صوره برايم نمبرز. لكن لو قال لك فاكتورز هات اي حاجه توصلك للنمبر ده، حتى من اسمها كده فيها اس يعني كتير، وقول لي تشوز ذا كوريكت انسر. نوت از ا برايم نمبر، ايه اللي في دول برايم؟ ال 16 برايم، ال 16 ايفن يعني موجود في تيبل ال 2، يعني هيبقى مور ذان 2 يعني 1 مالتبلاي 16، واكيد ال 2 موجوده فاكتورز فيه 2 مالتبلاي 8، يبقى ده نوت برايم. طب ال 19 برايم، 19 ملهاش الا 1 مالتبلاي 19 لان هي اود، يبقى افكر فيه. طب ال 21 اود، طب افكر فيه، في حاجه في التيبل تجيب لك 21 غير 1 مالتبلاي 21؟ اه في 3 مالتبلاي 7، يبقى ده نوت برايم لان لها مور ذان 2 فاكتور. ذا سمولست برايم نمبر از نوت. ايه اللي سمولست برايم نمبر؟ احنا قلنا ايه اصغر حاجه في البرايم نمبر؟ مين؟ ال 2. طب ليه ما اخترتش ال 1؟ لان ال 1 هاز 1 فاكتورز بس، 1 فاكتور اونلي. طب الزيرو اصلا؟ الزيرو لا، لان مفيش الزيرو اصلا ملوش ولا فاكتور. The smallest odd prime number، أصغر حاجة odd و prime. The smallest odd prime. طب أنا تعالى كده نشوف odd، مين اللي في دول odd؟ ال 2 مش هتنفع لأن ال 2 دي even فكنسل. يبقى أنا كده ال odd كنسلت لي ال 2. طب برايم، هو ال 1 برايم؟ لا ال 1 نوت برايم. يبقى مين اللي smallest odd prime؟ ال 3. طب أنا لو جيت أشوف اللي بعد كده، ذا برايم نمبر بتوين ال 44 وال 50. طب انا عايز نمبر بتوين ال 44 وال 50 الاول وبعد كده اطلع برايم. طب 45 بتوينهم، طب وال 47 ينفع، وال 49 ينفع. طب مين اللي في دول برايم؟ ال 45 برايم؟ نوت برايم. ليه نوت برايم؟ لان مالتيبل ال 5 يعني ال 5 فاكتور ليه. طب ال 49 نوت برايم، مش هو لان في 7 مالتيبلاي 7، ال 7 كمان فاكتور ليه، يبقى ما ينفعش لان البرايم مالوش الا 2 فاكتورز بس. ال 47 مالهاش الا 1 مالتيبلاي 47، يبقى هو ده برايم. نوت از نوت ا برايم نمبر، يبقى انا عايز اللي نوت، نوت ا برايم نمبر. طب ال 1 نوت، طب ال 3 لا برايم ما اخدوش، طب ال 5 برايم، يبقى مين هنا اللي يطلع نوت؟ ال 1 اللي بعد كده. نوت از ا برايم نمبر، ايه اللي في دول برايم؟ طب احنا قلنا البرايم مالهوش الا تيبل ال 1 واتسلف، مالهوش الا 1 ومالتبلاي اتسلف، مالهوش الا تو فاكتورز. طب تعالى كده نشوف، انا طبعا الثري نمبرز دول كبار انا مش هحفظهم، بس تعالى كده، هو البرايم مالوش مش موجود الا في تيبل ال 1 واتسلف. طب ال 97 1 مالتبلاي 97، طب تعالى كده نجربها في تيبل 2، اكيد اود يبقى مش موجوده في تيبل 2. طب ال 3 7 بلس 9 16، تيبل ال 3 ما فيش فيه 16. طب ال 4 ما دام مش موجوده في 2 يبقى ال 4 نوت. طب ال 5 طب ال 5 لا. طب ال 6 2 و 3 مش موجودين يبقى ال 6 مش موجود، يبقى ده ينفع. طب تعالى كده نتاكد من الاثنين تانيين، 200 اند 1 ده اود يبقى مش موجود في تيبل 2. طب تعالى كده اعمل لهم بلس 3، لا يبقى موجود في تيبل 3، ولو جيت تعمل له ديفايدد على 3 هيطلع 7 12. طب 111 مش موجوده في تيبل 2 لان، طب ال 3 اعمل لهم بلس هيطلع 3 يبقى موجوده في تيبل 3. لا يبقى البرايم مش موجوده الا في تيبل 1 واتسلف، مالهوش الا هاز 2 ديفرنت فاكتورز، وال 2 ديفرنت فاكتورز دول يبقى ال 1 واتسلف. نوت از انون برايم، اللي نون برايم يبقى اختار النوت، يعني البرايم البرايم ما تاخدوش. فانا هنا لو جيت اشوف ال 89، ال 89 ده برايم، قلنا البرايم مش موجود الا في تيبل ال 1 واتسلف. طب انا لو جيت اشوف ال 89 اود يبقى مش موجود في تيبل ال 2. طيب تيبل ال 3 اعمل لهم بلس كده السم بتاعهم 17 يبقى مش موجود في تيبل ال 3. طب ال 4 ال 4 اكيد ال 2 يبقى لا، يبقى ال 4 لا. طب ال 5 لا. طب ال 6 لا. طب ال 7 لا. طب يبقى ده برايم. طب هو هنا عايز نون برايم يبقى ده ما اخدوش. طب ال 67 ال 2 نو لان اود. طب ال 3 اعمل لهم بلس السم بتاعهم بكام؟ 13. ال 13 اعمل لها بلس تطلع 4 يبقى ده مش موجود في 3. طب ال 4 ما دام مش ما فيش ال 2 يبقى اكيد ال 4 لا. طب ال 5 لا. طب ال 6 لا، لان ال 6 فيها 60 بعد كده 66 72 لا، يبقى ده برايم لا، يبقى انا مش عايزه. طب هنا مين ده؟ تعالى شوف ده، ده اود يبقى ايه؟ ال 2 هكنسلها. طب ال 3 اعمل لها بلس 2 بلس 1 3 بلس 3 6. طب يبقى كده موجود في تيبل 3، يبقى ده نون برايم. يبقى مين اللي في دول نون برايم؟ 213 اللي بعد كده. قول لي ال 3 وال 2 وال 7 ار برايم فاكتورز اوف كذا. ال 3 وال 2 وال 7 دول البرايم فاكتورز بتاعي، يعني انا ايه النمبر اللي لما اجي احلله بالتري يطلع لي تحت 3 و 2 و 7؟ يبقى هو كان كام؟ يبقى انت عامل لهم مالتبلاي في بعض. يعني انت هو قصده يقول لك ايه؟ النمبر اللي انت لما تيجي تعمل له فاكتورايز تلاقيه ايه؟ كان كام؟ كانت التري بتاعته 3 و 2
و7، يبقى هو كان كام كله؟ هتعمل لهم مالتي بلاي 3 مالتي بلاي 2 6 مالتي بلاي 7 كام؟ 42. يبقى هو طلع 42. ولو جيت تحلل ال 42 هتلاقي ال 3 وال 2 7 فاكتورز لا، لكن ال 2 1 ال 3 فاكتور لا، 3 مالتي بلاي 7 لكن ال 2 مش هتلاقي فاكتور لا. طب تعالى كده نشوف ال 44، هتلاقي 7 مالتي بلاي 11، ال 2 3 مش ال 2 موجوده لكن ال 3 مش موجوده في ال 44. يبقى انت لو جاب لك فاكتورز وقال لك ايه البرايم نمبرز بتوعها، اعمل لهم مالتي بلاي وهات النمبر. طب ال 2 وال 5 وال 7 ار برايم فاكتورز اوف ايه؟ ال 2 وال 5 وال 7 دول البرايم فاكتورز بتوع مين؟ يوصلوا لمين؟ فتعمل لهم مالتي بلاي 2 مالتي بلاي 5 10 مالتي بلاي 7 يبقى ده 70. ولو جيت تشوف هتلاقي ال 70 ده زي ما احنا اتفقنا مالتيبل للثلاثه. طب تعالى كده نتاكد من الباقيين، 25 مالتيبل مش مالتيبل لل 2، ال 2 لا، ازاي 2 فاكتور لل 25؟ لان 25 مش مالتيبل لل 2. طب ال 35 مالتيبل لل 5، بص اوف 5 اند 7، 5 اند 7 مع بعض لكن ال 2 برضه لا. عمر ما الاقي ال 2 فاكتور لمين؟ لاود. فانت لو جاب لك هنا ال 2 وال 5 وال 13 ار برايم فاكتورز اوف ايه؟ دول هم البرايم فاكتورز هم اللي يوصلوا لمين؟ يبقى انت تعمل لهم مالتي بلاي كلهم يطلع كام؟ 130. كوتشن كي ذا نمبر 108 از ديفايزبل باي ذا تو برايمز 3 اند نو. ال 108 ديفايزبل باي كام؟ 3. ليه؟ لان هو مالتيبل لل 3. لو عملت له بلس هيطلع 9 يبقى هو مالتيبل لل 3. طب مالتيبل لمين كمان؟ اكيد هو عايز برايم نمبر ار مالتيبل اوف ذا تو برايم نمبرز 3 اند، يعني انت بتدور على حاجه برايم، يبقى اكيد ال 9 ده هيكنسلها لان ال 9 مش برايم. يبقى انت يا 7 يا 2، ال 108 ده ايفن، يبقى هو برايم لمين؟ لل 2. يبقى هو مالتيبل لل 2 او ال 2 برايم فاكتور ليه؟ برايم فاكتور ليه؟ طب هنا كوتشن 2 بقول له نقط از ذا اونلي ايفن برايم نمبر، ايه الوحيد اللي ايفن وبرايم نمبر موجود في البرايم نمبر وايفن؟ ال 2. طبعا احنا عارفين ذا برايم نمبر ذا هاز تو فاكتورز ار ال 1، اي برايم اني برايم فاكتور اني برايم نمبر ايه الفاكتورز بتوعه؟ ال 1 و ات سيلف. يبقى انا هنا اقوم كاتب ات اللي بعد كده بقول لي 1 از نوت ا برايم نمبر بيكوز. ليه ال 1 نوت ا برايم نمبر؟ لان ال 1 ده ايه؟ ات هاز اونلي 1 فاكتور، ات هاز لان ما عندوش الا 1 فاكتور، واحنا اتفقنا ان البرايم لازم عنده كام فاكتور؟ 2. ات هاز اونلي 1 فاكتور. اللي بعد كده كوتشن دي بقول لي ذا تو ديجيت برايم نمبر ويتش از ليس ذان 13. ايه اللي تو ديجيت برايم نمبر ليس ذان 13؟ هو ايه اللي ليس ذان 13؟ 12 نوت برايم لان ايفن، يبقى مين؟ ال 11. يبقى انا هنا اقوم كاتب ال 11. اللي بعد كده ذا برايم نمبر بتوين 60 اند 70 ار، ايه البرايم نمبرز اللي بتوين 60 اند 70؟ طب تعالى خدها كده واحده واحده، شوف لي ايه اللي بتوين 60 اند 70. 61 61 برايم. طب بعد كده 62، 62 ده ايفن يبقى ما نفكرش فيه خالص، عمره ما يطلع برايم. طب 63، 63 لو جيت تعمل لها بلس هتلاقي مالتيبل لل 3 يبقى ما ينفعش. طب 64 ايفن يبقى كنسله، 65 مالتيبل لل 5 يبقى كنسله. طب 66 ايفن يبقى كنسله، 67 ال 67 ده برايم يبقى انا هاخده. طب بعد كده 68، 68 ايفن يبقى ما ينفعش برايم. 69 ده مالتيبل لل 3 لان لو عملت له بلس يطلع 17. يبقى انا مين التو برايم نمبرز اللي بتوين 60 اند 70؟ 61 اند 67. بعد كده بقول لي ذا برايم نمبر 37، البرايم نمبر 37 ده هاز نوت فاكتورز، ما دام برايم يبقى عنده كام فاكتورز؟ يبقى عنده 2. يبقى انا هنا رايت 2 بقول لي اند اتس نوت ذا نمبر 37 هاز نوت فاكتورز. 37 عندها كام فاكتور؟ 1 مالتيبل 37 يبقى هم 2. اند اتس نوت بتسميه ايه؟ هسميه برايم. اللي بعد كده بقول لي ذا نمبر 15 از ا نوت نمبر، هي ال 15 اصلا عندها كام فاكتور؟ احنا قلنا النمبر يا اما برايم يا اما نوت برايم، او ممكن تكتب بدل كلمه نوت برايم كومبوزيت. ال 15 از ا نوت نمبر، ال 15 عندها كام فاكتور؟ زي ايه فاكتورز ال 15؟ 1 مالتي بلاي 15 و3 مالتي بلاي 5، يبقى ده ايه؟ عنده 4 فاكتورز، يبقى برايم ولا نوت برايم؟ نوت برايم. يبقى انا هنا رايت نوت برايم. because it not has not factor، because it has not factors، هو ده عنده كام فاكتور؟ قلنا 4، يبقى هو عشان كده النقطه برايم. طب اللي بعد كده ذا برايم فاكتورز اوف 14 برايم، يعني هتعمل لها ايه؟ هجيبها بطريقه التري. هو ايه اللي يجيب لي 14؟ اقوم كاتب 2 مالتي بلاي 7. طب ال 2 برايم خلاص هسيبها. طب وال 7 برايم، يبقى انا هنا اقوم كاتب ال 2 اند مين؟ ال 7. يبقى دول برايم فاكتورز اوف 14.
طب افرض قال لي فاكتورز اوف 14 ار الفاكتورز كلها، هقول له 1 ملتبلاي 14 و2 ملتبلاي 7 يبقى هما كام؟ واحد 4. طب مين اللي في دول برايم؟ ال 2 7 بس. ذا برايم فاكتورز اوف 19، ايه البرايم فاكتورز اوف 19؟ ال 19 اصلا مالهاش الا 1 ملتبلاي 19، يبقى مين البرايم فاكتورز اللي في دول برايم؟ ال 19 اونلي. اللي بعد كده ذا برايم فاكتورز اوف 60 وزاوت ريبيتيشن. طب انا ايه اللي لو انت ما يقول لك برايم فاكتورز يبقى هتجيبها بمين؟ هجيبها بالتري مثلا. طب انا لما يقول لي 60 ايه اللي في التيبل يجيب لك 60؟ هتفكها ازاي؟ احنا خدناها قبل كده، قلنا مثلا 12 ملتبلاي 5 او 10 6 ملتبلاي 10 لان هي هنا ملتبل لل 10 ملتبل لل 10 لان اولها 0 يبقى 6 ملتبلاي 10. طب انت ال 6 برايم نقطه برايم يبقى انت هتفكها، ايه اللي يجيب لك 6؟ فكها زي ما انت عايز بس ما عدا 1، ما عدا ملتبلاي 1 لان ملهاش لازمه، يبقى انا هنا هفكها 2 ملتبلاي 3. طب ال 2 2 برايم خلاص اقفلها اربط عليها. طب ال 3 ال 3 برايم خلاص. طب اللي بعد كده ال 10 ال 10 هتخليها كام؟ هخليها 5 ملتبلاي 2. طب ال 5 ال 5 برايم خلاص تربطها كده وتقول له خلاص انا هقفل هنا الفرع ده مش هكمل فيه. طب وهنا ال 2 يبقى انت ايه هي البرايم فاكتورز؟ البرايم فاكتورز اوف 2 او البرايم نمبرز اوف 2، قلنا ال 2 وال 2 وال 3 وال 5. طب هو بيقول لك وزاوت ريبيتيشن يبقى انت هتكتب من غير ما تكرر، يبقى ال 2 وال 3 وال 5. كوتشن كي ذا سمولست نمبر هوز برايم فاكتورز ار 2 و 3 و 5. ايه النمبر اللي لما تيجي تجيب البرايم فاكتورز بتوعه تلاقوهم 2 و 3 و 5 يبقى هو كان ايه اصلا؟ هتعمل لهم ملتبلاي 2 ملتبلاي 5 اسهل حاجه تنم بتبقى كام 30؟ لا ده في 11 كمان اند 11 هتجيب 2 ملتبلاي 5 10 و 3 ملتبلاي 11 تبقى 30، 10 ملتبلاي 30 يبقى كام 330. لو ما فيش ال 11 كان طلعت كام؟ كانت طلعت 30 لكن انا في 11 يبقى طلعت كام 330. اللي بعد كده the greatest factor of the number 72 اكبر فاكتور لل 72. خلي بالك انت فاكتورز اي نمبر قلنا بتبدا بال 1 وبتنتهي بين النمبر اتسيلف، يبقى مين الجريتست فاكتور لل 72؟ هو ال 72 من غير ما ادور هو هيطلع 72 لان انا فاهم ان الفاكتورز الجريتر فيهم بيبقى بين النمبر اتسيلف، ما ينفعش يزيدوا عن النمبر اتسيلف. the greatest prime factors of 28 قال لك برايم فاكتورز يبقى انت هتفكها، ايه اللي يجيب لك 28؟ ال 28 هات لي حاجه كده تجيب لك 28. ممكن واحد يقول لي كام؟ 4 ملتبلاي 7 او 2 ملتبلاي 14، فانا هنا هخليها 4 ملتبلاي 7. طب ال 4 نقطه برايم يبقى هتفكها، ايه اللي يجيب لك 4 في التيبل؟ 2 ملتبلاي 2 يبقى انا هنا هفكها 2 ملتبلاي 2. طب ال 2 ده برايم، طب ال 2 هنا برايم، طب ال 7 برايم خلاص هتقف. يبقى انا ايه البرايم جريتست برايم فاكتورز؟ عندك ال 2 وال 7 مين الجريتست فيهم؟ ال 7. يبقى انت هنا هتكتب 7. بكده يكون الليسون بتاعنا انتهى. بس قبل ما نقفل هو احب اقول لك حاجه وافكرك ان انت عندك حاجه اسمها فاكتورز وحاجه فاكتورايز. فاكتورز يعني بتجيب الفاكتورز كلها الحاجات كلها اللي توصلك للنمبر ده من التيبل، لكن فاكتورايز بتكتب منهم البرايم بس. طب ايه فائده البرايم؟ ان البرايم ده تقدر تكتبه اي نمبر. قلت لك شبه مثلا انت لو انت عندك في الرسم في الدرونج في ايه؟ في برايم كلرز الوان الاساسيه اللي هي الثلاث الوان الاساسيه دول تقدر تجيب منهم اي لون تاني. انا نفس الحكايه ممكن اي نمبر اكتبه بصوره البرايم. لو جيت تشوف البرايم دول هتلاقوا كلهم اولد اكسبت التو. طب فايده ان التو دخلت معاهم ايه؟ ان التو لما دخلت معاهم قدرت ان هي تكتب لك اني ايفن نمبرز. يو كان رايت اني ايفن ايه نمبرز. طب التو دخلت معاهم ليه؟ لان التو صغيره فاستخبت وسطهم. لكن انا الفور ما ينفعش اقول على الفور ان هي برايم. ليه؟ لان فاكتورز الفور ار 1 ملتبلاي 4 و2 ملتبلاي 2 يبقى عندها كام فاكتور؟ 3. لازم البرايم يبقى عنده 2 فاكتورز وال2 فاكتورز دول ال1 واتسلف. خلاص بكده يكون الليسون بتاعنا انتهى. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من سهو او خطا فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.